نجح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021 إثر تغلبه على نظيره الكويتي بهدفين دون مقابل في الدور التمهيدي وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي تمكن منتخب البحرين من إحراز الهدفين في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خليفة الدولي حيث حمل الهدف الأول لمنتخبنا إمضاء علي حرم في الدقيقة الرابعة والسبعين فيما تمكن البديل سيد هاشم عيسى من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وبهذا الفوز ضمن الأحمر البحريني التواجد في المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل